لك يا معلم الكلام في تليفون ما ينفعش. تعالى المكتب نتفاهم. مع السلامة. ممكن ندخل؟ أهلا أهلا أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وحشتيني. أنت كمان. بالسلامة أنت يا فرج. هل بقول حاجة شوكة البيت؟ لا طمنه. قول له الأمورة واصلة. حاضر. مع السلامة حلو. وحشتيني. واحد. تعال تعال ده انا في كلام كتير قوي. ها انبسطتي؟ قوي قوي. اشتريتي كل اللي نفسك فيه؟ حاجات تجنن تحفه. على فكره ماتاليدس بيقول لك انه ما قدرش يجيب لك غير 8 علب موجودين عندك هنا. معلش لما تبقي تسافري تكملي تصوري فيلم يبقى هات الباقي براحتك. اديني واحد. لا انت بتعمل كده ليه؟ هو كل ده عشان الفيلم ولا مستخسرها فين؟ ابدا يا حبيبتي ما هو كله ليكي بس الخوف ما يكملوش الفيلم. بقول لك ايه؟ انت تروحي تستريحي عشان جاي من السفر وانا هستنى شويه عشان في شويه شغل. طيب. ايوه شوكت. جت وجابت 8 علب بس. لا 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 اما جس السوق وبعدين نحدد السعر. امال. مع السلامة. ازيك يا مرسي؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ما كانش مفروض تيجي تشتغل هنا ابدا. ليه؟ انت برضو مش هين عليا. انت برضو كنت انسي يا ست عفاف. ست عفاف؟ ليه كده يا مرسي؟ امال عايز انا اقول لك ايه؟ انت اللي طلقتني وانت اللي اتهمتني باني دبرت لك التهمه. انا عفاف انا عمري ما ظلمتك. انا كنت عايش في السجن وقلبي بيتقطع عليكي. لكن لما جاني مشاوير وقال لي قالك ايه؟ مش وقت وبعدين اقول لك. برافو يا مرسي بس انت خد بالك وخليك صاحي وخلي عفاف تعرف ان هم شايلوها اليومين في عيب المكياج. حرام سيبها لعناها يا مرسي. مع السلامه. مبسوط يا عفاف؟ واتبسط اكتر لو نفذت اللي اتفقنا عليه. يوم ما نحتفل بأول عمل فني ليكي يوم ما نتجوز. ساعتها تبقى الفرحة فرحتين. ايه رأيك؟ موافقة. طب انا عايز بروفة. هو انت ما بتشبعش بروفات ابدا؟ انا ده انا ديمي. ايوه الحمد لله يا سعادة الباشا. لو عوزت حاجة بتعلالي. كتر خيرك يا سعادة الباشا. مرسي. صباح الخير يا ستان. صباح النور. تعال. ايوه بس تعالى بقول لك. اقعد. معلش بقول لك اقعد. بعدين الباشا يجي. اقعد بقول لك مفيش حد موجود. انت لازم تقولي على كل حاجه بالظبط. شوف يا عفاف انا من مصلحتي اني ابرع نفسي قدامك وكمان الفت نظرك. يا منصور انا مستني منك ساعه الصفر. ده هو الوقت المناسب. مع السلامه. اعمل لك قهوه بيه؟ حامل. حاضر. كل ده حصل وانا معرفش. واذا ما كنتيش مصدقاني اتاكدي بنفسك. مصدقاك يا مرسي. حط ايدك في ايدي. ربنا يقدرني وانقذك وانتقم لنفسي. ماشي اشيل كله. بكام؟ زي السعر اللي فات. زي السعر اللي فات. المثل بيقول اللي فات مات يا معلم. يعني ايه يا باشا؟ ولا قهوه ليا قهوه المعلم. شوف يا معلم انت تشرب قهوتك وبالسلامه.
بلاش من العمليه دي خالص. افهم من كده انك بيعنا. على العموم براحتك، بس برضه ما تنساش ان في عمليات شلناها وما جابتش وتحملناها. ما تنساش كمان ان السعر اللي فات اللي بتتكلم عنه ده كان تعويض مني، ومش كل مره حد العوض. ثم انك يا اخي بتخلط عليه مسحوق الجير وجماجم وبرشام. المفيد هتديني بكام؟ شوف يا معلم، انا حسبت لك ان انا شريك. انا هاخد منك 50% زياده على السعر اللي فات، ولو ان في اللي عرض عليا الضعف. يا منصور بيه، السوق دلوقتي مش زي الاول. ما انا كمان مصاريفي زادت، وما عندكش فكره بشتري الدولار بكام، وبتكلفني قد ايه العمليه لغايه البضاعه ما توصل. الزبون دلوقتي مش هو، التمثيليات والافلام توبوا ناس كتير، وبالاخص البرنامج ده اللي اسمه سلوكيات. بينه وبينك ما هو بلا ازرق برضه، والحكومه معاها حق في كل اللي بتعمله. بتحاربنا احنا مستوردين بكل الطرق. اديك بتقرا وبتسمع كل يوم، ظبطوا كام كيلو مخدرات، احبط محاولة تهريب كوكايين وهروين. عالم صح يا بقى. ما انت برضه ليك خططك يا باشا. ما انا المره دي برضه استغليت الفن. مش فاهم. معلش، بكره هتفهم. قلت ايه في البيعه؟ وانا اقدر اكسر كلامك يا باشا. موافق طبعا. وانا مستعد. خلاص، هتصل بيك ونحدد الميعاد. ماشي ماشي. ها، ايه الاخبار؟ جاهزين؟ تمام التمام يا باشا. تروح المخزن دلوقتي تاخد عفاف وتاخد علب بالفيلم وعلى المطابعه دي. من هنا يا باشا. بس فكره ان انت تحط سبائك الذهب في علب الفيلم، فكره الشياطين يا باشا. انت هتنط؟ اوعى البنت تفهم كده. ايوه يا باشا. وانا حاسبك في الفيلا على تليفون اول ما تطلع الطياره عادي. تؤمر يا باشا. شربات الناس جمال جمال. زي ما اتفقنا. والبوليس هيجي امتى؟ كل شيء معمول حساب. طيب افتح شطب. حاضر. بيت بسرعه. بقول لك ايه، ما تتنقلش من هنا. حاضر يا مسؤول. حط لك خير اخويا.